يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هذا العام أنوي الحج أنا وزوجتي ومعي أولاد صغار، يقول فلدرء المشقة عن زوجتي وأولادي هل لي أن أبدأ بالذهاب لعرفة من اليوم السابع، كما أنه هل يجوز لي أن أؤخر طواف الإفاضة ليكون مع طواف الوداع؟ كلا الأمرين جائز والحمد لله. جوز أنك تذهب إلى عرفة على طول ولا تمر مكة إلا بعد ما تنزل من عرفة، يجوز هذا، ويجوز أن تؤخر طواف الإفاضة عند السفر ويكفي عن الوداع. نعم.